هو يسأل يقول ليس كل شيء تركه النبي يكون حراما. البعض يقول اي نعم يقول ليس كل شيء تركه النبي يكون حراما. النبي ترك اكل لحم الضب وليس بحرام، كذلك مصافحة المرأة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وهذا لا يدل على التحريم. هذا الكلام قد يكون له وجه من جهة، لكن الإشكال أن لحم الضب أكل أمام النبي وسكت، هم ما أخذوا الحل من عدم أكله، ولكن أخذوا الحل من الأكل أمامه وسكوته. لو جئنا مثلا برواية أن رجل صافح امرأة أجنبية أمام النبي وسكت، يكون هنا تساوى الأمران، أكل لحم الضب أمامه وسكت كما قال خال، أكل لحم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه صافح رجل امرأة أجنبية أمام النبي وسكت، نقول نعم هنا تساوى الأمران. لكن هنا يختلف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، وليس فيه أنه رأى أحدا يصافح وسكت، بينما في موضوع الضب لم يأكل الضب وسئل قالوا أحرام هو؟ قال لا، يعني نص هنا قال لا، إلا إني أجد نفسي تعرفه وأكل أمامه وسكت. فرق عظيم بين هذا وهذا. أضف إلى هذا أن من يرى أن المصافحة لا تجوز يستدل أيضا بحديث آخر، لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد، طيب أهون عند الله أهون من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، يعني المخيط اللي هو الإبرة، إبرة الخياطة الكبيرة اللي تكون خياط فيها الخيام وغيرها كذا. يعني هذا الحديث وإن اختلف أهل العلم في صحته، إلا إنه هذا مما يستدل به أو استدل به بعض أهل العلم على التحريم، وأكثر ما استدلوا به هو أن النبي لم يصافح صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لكن الأمران يختلفان، واضح؟ نعم.